واش كنستافدوا 100% من الامطار والثلوج اللي كتعرفها بلادنا؟ ناديه حميدي للاسف لا، حيت كنشوفوا بزاف ديال الضايات كتكون على الطريق الماء، يعني كيكون تبارك الله مجمع ولكن من بعد كيمشي غير في القوادس باش كيعاود يتلاح في البحر. واش كاينه تجارب مثلا اللي ممكن نستافدوا بها على المستوى الدولي؟ كاين تجارب بيان سور، كاين تجارب باش حتى شي نقطه ما باقي تضيع. غادي لا هي النقط غادي تضيع، غير هو باش نخليو شويه من داكشي اللي كان كيمشي للبحر. كاين سكون ابيل لا كابتاسيون دي زوت سيرفاس، او يعني لا كابتاسيون يعني الجمع، جمع او تجميع تحبسها ما تمشيش ما تضيعش. كاين واحد التقنيه ديال التكتف ديال المياه، حنا عندنا دوله فيها رطوبه لان عندنا البحر عندنا هذا، وديك الرطوبه كتكون فيها النضاره، كتكون يعني كتسقي بزاف ديال الامور. اكزاكتومون كاين تقنيات، كاين تقنيات صناعيه اولى، لان كاين نتكلموا حتى على التقنيات البديله. نعم. اللي كتمكن من تجميع الماء وما يخليوش يضيع. استاذ محمد بن عبو، يعني رايك هو في اقل من دقيقه واش كنستافدوا 100% من الامطار والثلوج؟ بالطبيعه شفنا الارقام اللي كتظهر يعني الوزاره الوصفيه على القطاع، راه المغرب كيف يعني في سنه ماطره سنه طبيعيه عاديه كنقدروا نستقبلوا حتى 140 مليار متر مكعب في السنه، اللي معظمها كتبخر، يعني كتبقى الامكانيات اللي نقدروا نجمعوا حنايا اليوم هي 18 مليار متر مكعب، عندنا 5 مليار اليوم متر مكعب اللي كاين في السدود. يعني كاين اشكال حقيقي، واخا كاين تجميع ديال الامطار، كاين ديناميه كبيره كتعرف المملكه اليوم ديال بناء عدد كبير من السدود. اليوم وصلنا كما قلت في بدايه الحلقه 153 سد كبير. نعم. و 18 سد كبير اللي هي في طور الانجاز اليوم. يعني هذاك الاسبوع، في نهايه ذاك الاسبوع كان البرد وكانت تبارك الله الثلج وكان الشتاء، بدايه هذا الاسبوع كتعرف المملكه درجه حراره كتوصل حتى 42، واش هاد الشمس عاوتاني غادي تعاود تبخر هذاك الماء اللي يلاه طه هادي اسبوع؟ يعني احتمال كبير جدا، لان ملي كتكون درجه الحراره كتفوت 40 درجه مئويه كنقدروا نفقدوا حتى المليون متر مكعب بشكل يومي. هذا الحاله اللي هي ظاهره طبيعيه فيزيائيا، الماء كيوصل لواحد الدرجه ديال التبخر كنفقدوا. يعني الاشكال اللي عندنا في المغرب اليوم، عندنا جوج ديال الحوايج على مستوى السدود، كاين التوحل وكاين التبخر، هذول نعم. لهم حلول راه نقدروا نلقاو نحضيو الماء ديالنا عمره ما يضيع. بالاضافه للاشكال اللي هضرت عليه الاستاذ نادية في البدايه ديال التلوث، اذا استطعنا اننا نحميو الموارد المائيه لا الفرشات المائيه ولا المياه السطحيه من التلوث، كن على يقين اننا غنربح بحال الملايير ديال الدولارات اللي كتخسر في المعالجه ديال المياه، من اجل انها تكون صالحه للاستعمال، يعني للشرب او للسقي او للاستعمال الصناعي.